مساء الخير. عم يستعد العلماء وهواة الفلك لظاهرة فلكية نادرة، وهي رؤية عدد من الشهب الفلكية رح تظهر لأول مرة هيدي السنة ليلة الجمعة والسبت الجايين. وأشارت تقديرات العلماء أنه ممكن تتشكل عاصفة من الشهب إذا زاد عدد الشهب عن 1000 بالساعة. وبتشير التوقعات الفلكية أنه أكبر عدد من الشهب رح يسقطوا على الأرض ما بين الساعة 8 صباحاً بتوقيت غرينتش، وبيكون الوقت نهاراً بمنطقتنا العربية. وبالعودة لطقسنا، فاجأتنا أمطار أيار يلي ما كانت بالحسبان، وهيئتها مكملة معنا بالأيام اللي جاي. طقس ربيعي متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة عم بتكون معتدل، الهواء متوسط السرعة، أما البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة 122 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا واستقرار بدرجات الحرارة واحتمال لتساقط أمطار بالمناطق الشمالية الشرقية. أما لبكرة طقس غائم جزئيا وبيتحول الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره وتساقط امطار متفرقه، وبتكون مصحوبه ببرق ورعد بالداخل. وهلا بنبقى بجوله على درجات الحراره يلي رح تسجل الليله على الساحل، اذا عم بتسجل 15، وبالبقى عم بتسجل 11، وعلى المرتفعات 12 و6 بالارز. اما كيف رح تكون درجات الحراره يلي رح تسجل لبكره ببعض المناطق اللبنانيه، وبتبدا تحديدا من القبيات 16 24 بطرابلس و24 بجبال، وبيروت 27 درجه، صيدا 26، سور 25، والطقس مكمل إلى مشمس وغائم جزئياً، بيت الدين 24، برمينة 22، وزحلة 26، والهرمل 28 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 55 وال 85%، حرارة سطح المي 22 درجة، وسرعة الرياح بين 10 وال 35 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين بنشوفهم سوا. الليلة بتوصل لل 15، وبكرة بين 15 و 27 درجة، ونهار السبت بين 14 و 26 درجة. وهلا ومثل العادة بترككم تقوموا بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 26، ومسقط 36، وأبو ظبي 40، والجزائر 25، وتونس 26، وأخيرا روما 24، ولندن 20 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.